الفقير محتاجون، المحتاج إليه الأمة، والمحتاج إليه الإسلام، هو مجتهد جاهر بالحق، جريء في الرأي العلمي. حين يصل إلى الرأي العلمي الواضح لا تجبر نفسه عن إظهاره، وحين يواجه الحق ويعرفه لا يهاب عن الانتصار إليه. لا هنا وهناك من هذه الأصوات النشاز التي تقول سيدنا لماذا تخرج هذه الأمور على الفضائيات، هذا ضعف للتشيع، هذا ضعف لموروثنا. هذه لغة انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما قال عزيز العلاء، هو لغة ماذا؟ لغة القبيلة، لغة جاهلية، هذه لغة الجاهلية، لغة الحق، وهي مدرسة أهل البيت كما أفهمها أنا، مدرسة أهل البيت كما أفهمها أنا، أنه بيني وبين الله قل الحق ولو على نفسك. مدرسة أهل البيت هي اعرف الحق تعرف أهله، هذه مدرسة أهل البيت أعزائي، هذه مدرسة، وهذا هو منهجي، سواء رضي من رضي أو كره من كره، قبل من قبل أو اعترض من اعترض، لا فرق عندي، لا فرق عندي، هذه عقيدتي أدين الله بها يوم القيامة، ومنهجي أقوله صريحا وواضحا حتى ولو اقتضى أن أدفع ثمن ذلك ولو كان ثمنا باهظا، ليس لا محظورة في ذلك. لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل الحق، لأجل الدين، لأجل القرآن. هؤلاء أئمتنا أمامكم أعزائي، ابتداء من سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، انظروا بيني وبين الله وقفت وصدعت وصرحت بالحق أم لا؟ نعم صدعت بالحق، دفعت ثمنا لذلك أم لم تدفع؟ نعم دفعت ثمنا لذلك، فذهبت شهيدة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود في أهم المصادر المعتبرة. يحاول بعض ما أدري ماذا أقول عنهم بحذف المتعلق كما يقال، أن السيد الحيدري ينكر غلامة من؟ غلامة الزهراء. وهل ينكر؟ وهل ينكر واقعا؟ وهل ينكر؟ ارجعوا إلى عقولكم، كونوا على ثقة عندما أسمع بعض هؤلاء، كونوا على ثقة، أحملهم على الصحة وأقول أن هؤلاء فقدوا توازنهم العقلي، ليس إلا. إذن أعزائي أرجع إلى بحثي. الفقير محتاجون، المحتاج إليه الأمة، والمحتاج إليه الإسلام، هو مجتهد جاهر بالحق، جريء في الرأي العلمي. حين يصل إلى الرأي العلمي الواضح لا تجبر نفسه عن إظهاره. ما أعتقد أني مسؤول أمام الله أن أقوله لكم سأقوله لكم، حتى لو رجمني الناس بالحجارة، وحتى لو شتمني الناس، وحتى لو وقفت كل القوة. ليست القضية أن أريد أن أقف في حال استعراض للقوة، أنا أقل الناس، لكن أحب أن أقف معكم من خلال مسؤولية الشرعية. الفقير محتاجون، المحتاج إليه الأمة، والمحتاج إليه الإسلام، هو مجتهد جاهر بالحق، جريء في الرأي العلمي. راحوا أخذوا السيد الحيدري حطوه ومفخرة للعالم الشيعي، ومفخرة للعالم الشيعي، مع أني أختلف معه في كثير من الآراء، بس جيبوا لي واحد مثله، جيبوا واحد مثله، ما استطاع ولا عالم شيعي، ما استطاع ولا عالم شيعي انه يناقش الوهابية في افكارهم كما ناقش السيد كمال الحيدري. وينه؟ بالإقامة الجبرية. وين العلماء؟ ما حدا بيوقف مع التاني. ليش؟ تحسن اعداء، تحسن كذا. ولكن مع الاسف الشديد بدل ان يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق، كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في بيعها. بس ليش عم تهجموا على الناس؟ شو خص الناس؟ لكم هو شيعة مثلكم، شيعة مثلكم. طيب وين العلماء البقية؟ وين المرجعيات الدينية؟ ما بتقف مع بعضها ليش؟ يعني استحليت انه والله مثلا هزموا على السيد فضل الله سيد الاستاذ، استحليت المرجعيات تطلع تحكي بانصاف انه والله نحن لا نوافقه في كثير من ارائه، هل قد فيك تحكي؟ لكن لا يجوز غيبته، لا يجوز كذا، لا يجوز كذا، ما في سكوت. راحوا اخذوا السيد الحيدري حطوه ومفخره للعالم الشيعي، مع اني اختلف معه في كثير من الاراء، بس جيبوا لي واحد مثله، جيبوا واحد مثله، ما استطاع ولا عالم شيعي انه يناقش الوهابيه في افكارهم كما ناقش السيد كمال الحيدري. وينه؟ بالاقامه الجبريه. وين العلماء؟ ما حدا بيوقف مع التاني. ليش؟ تحسن اعداء، تحسن كذا.
بيصير شيء بالنجف بين العلماء، حدا بيوقف مع الثاني، ليش؟ ما بعرف. كأنه كل واحد مننا، وحتى لو كنا كل واحد من مذهب، ليش بدنا نوقف مع بعضنا؟ كلنا ننتمي إلى الإسلام. ولو وقفتم عليها تقولون واقعا سيد أخوي، شو واقعا سيد، بلي واقعا سيد أخوي. وما اتهمه احد شنو؟ لا بالخروج من الدين ولا بالخروج من المذهب، ولا صار شنو؟ ضال مضل، ولا ابدا. هذا يكشف لك ان هؤلاء الذين يستعملون هذا الاسلوب، الله يعلم الحديث مو معي، لان البعض يقول سيدنا هو انت تقول هذه القضاء، انا دا اتكلم بشكل شنو؟ عام، هذا المنهج انا دا اخالفه، الله يعلم، لانه انا لا اعتني بمثل هذه الكلمات التي تصدر هنا وهناك، حتى لو كانت من اعلام، فضلا عن اصاغرهم. أنا ما معتني بهذه القضايا، ليش؟ لأنه عندي شاخص أمامي ما أفهمه يحفظ كرامة أهل البيت، ويحفظ إنسانية أهل البيت، ويحفظ أخلاقية وسيرة أئمة أهل البيت، هذا هو ميزاني أبداً. وعندي الاستعداد أن أذهب أكثر من بعيداً 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 في خدمة أهل البيت. من أراد فليقبل، ومن أراد ماذا؟ فليرفض. ولكن الذي أقوله أنه الذي يريد أن يرفض فليرفض بمنهج ماذا؟ علميا، وأسس علمية، ومنطق علمي، حتى بحمد الله تكون أجواءنا أجواء ماذا؟ أجواء علمية، أجواء أخلاقية. الأخلاق العلمية هو أي مهمة عجائب. الآن تجدون في السياسة هماتين من الدنيا يتنافسون، يقولكم عليكم أن تحفظوا شنو؟ الأخلاق في المنافسة. فما بالك ونحن نريد أن نعلم الناس ماذا؟ الأخلاق، ولا أخلاق فيما بيننا. أي منطق هذا؟